زوادة اليوم. الله معكم. بخبروا عن القديس أغسطينوس أنه بإحدى العظات العشرة يلي كتبها كتفسير لرسالة القديس يوحنا، ومن خلال أظهر الفرق عن معنى الحب بالحضارة اليونانية والحضارة المسيحية، قال: إلهنا إله محبة، كرمال هيك بدعي كل مسيحي أنه يحب ويعمل شو ما بده. إذا صمت يصمت بحب، وإذا تكلم يتكلم بحب، وإذا غفر يغفر بحب. خلينا نسمح لقلوبنا تكون مساحات للحب، وتأكد أنه كل شيء منعمله بحب بيعطي ثمار، وثماره بتدوم للأبد. زوادي بتقلي وبتقلك جربوا كتير يعطوا تحديد لالله. منهم قالوا هو المهندس الأكبر، ومنهم قالوا هو المحرك الأول. وحدة المسيحية عرفت عن الله هو إله الحب يلي حبنا حتى الموت على الصليب. خلينا نحب ونعمل كل الأشياء بحب. والله معكم.